صح شربتكم. ما هو أول نهار في رمضان اللي هو إن شاء الله بش يكون 29 يوم ولا 30 حسب الرؤية بالطبيعة، يبدأ صعيب شوية، برشا ناس ما يتحملوش ياسر. علاش؟ ما على خاطر مستنسين بفطور الصباح والقهوة واللي مبليين بالسيجار، وعاد ذاك ما قال حد الحد. اي سيدي يقوم في الصباح يبدا فرعس ماهوش في صحنه، قال شنو؟ قال حشيشة رمضان. يبدا يتكلموا يشعل فيك، ماذا بيه ما يدور بيه حتى حد. وفما حتى برشا ناس ياخذوا كونجي نهار الولاية نتاع رمضان. اما ناس بكري كانت عندهم عادة طريفة نهار الولاية نتاع رمضان، او كيقوموا مخر شوية. ما تعرف اغلب العباد كانت حوانتية وسوق وتجار، فعادة نهار الولاية نتاع رمضان عديوها مرتاحين اقل ما يمكن من حركة. مش ما حشيشة رمضان ما تلبسهمش، اما عندهم حاجة خاصة الرجال. أو قبل قول أنت للمغرب بنصيف ساعة، ساعة من زمان قوم لهم الحملة. حملة شنية؟ حملة لحم. خاطر النساء يتوحموا ثلاثة شهر كي تبدأ ثقيلة، والرجال يتوحموا كل رمضان. هوكا سويعة قبل يولي يتشهم، يهز القفة يخرج للسوق، يا قوتة يا جبن يا طريف في البن يا خبز مبسس يا غلة، كل شيء موجود في الدار. أما هو يتشهى وكل واحد وشهوته. وعلى كل حال يروح بك القضية هذيك للدار، هو عامل كيف وبيناتنا مولاد الدار ترتاح منه. على الأقل الحشيشة ما يسيبهاش عليها، تقعد هي في كوجينتها شيخة نايخة، مش كي تحط الطاولة تبدأ عاملة 66 كيف. وآخر يدم العشاء يقولها القهوة يلا، يشرب قهوتهم إن شاء الله بالشفاء والهناء. إن شاء الله سمعتوا مليح حكاية فينتاج. ملا جاوبوا على السؤال هذا في كومنتار علشان يوتيوب متاعنا، باش تربح كل يوم جالكسي A22 5G.